مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اخر النهار على شاشه قناه النهار. انتهت الانتخابات الرئاسيه في مصر اللي جرت على مدار 3 ايام من 26 الى 28 مارس الجاري بين مرشحين هما الرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح الاخر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ووفقا للمؤشرات الاوليه فتره رئاسيه جديده لمده 4 سنوات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي مؤشرات ظهرت الحقيقه يعني بعد فرز اولي لاغلب اللجان العامه في انحاء جمهوريه مصر العربيه. بعض الارقام بتقول ان عدد الناخبين اللي ادلوا باصواتهم على مدى ايام الاقتراع الثلاثه تجاوز ال 24 مليون ناخب، حصل منها المرشح عبد الفتاح السيسي على نحو 22 مليون، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على نحو 700,000 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة حوالي 1,700,000 صوت. وحسب الجدول الزمني المعلن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة غدا الجمعة، وتبت فيها يومي السبت والأحد على أن تعلن النتيجة النهائية رسميا يوم الاثنين 2 إبريل إن شاء الله. رئيس الجمهورية المنتخب هيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لأول مرة من 7 سنوات، بعد ما نص الدستور على أن يؤدي الرئيس القسم الدستوري أمام مجلس النواب قبل تسلمه مهام منصبه. ويكون أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة عدم وجود برلمان، وده حصل بالفعل سنة 2014 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن المتوقع أن تكون جلسة البرلمان اللي هيؤدي فيها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في أوائل شهر يونيو المقبل. بعد الفاصل هستقبل ضيوفي في نقاش شامل في استوديو آخر النهار، وهنتكلم عن المشهد الانتخابي والسياسي والتحديات اللي بتنتظر رئيس مصر خلال السنوات الأربع القادمة إن شاء الله بعد نهاية الاستحقاق الانتخابي. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. طيب، إذن انتخاباتنا الرئاسية الحمد لله تمت بسلام وانتهت بالفعل على مدار الثلاث أيام اللي فاتت، 26 و27 و28، والانتخابات كانت ما بين مرشحين اثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وظهرت مؤشرات أولية الحقيقة يعني نقدر نلخصها بأنه حصل يعني فوز كبير جدا وفارق كبير جدا في الأصوات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني نقدر احنا نقول انه هناك استكمال للفترة الاربع سنين اللي فاتوا، والاربع سنين اللي جاية هيبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر القادم والحالي الحقيقة يعني. وطبعا في بعض الاجراءات الشكلية زي طبعا النتيجة الرسمية لازم تعلن يوم الاثنين الجاي من قبل هيئة الانتخابات الوطنية، وطبعا حلف اليمين والقصب وما إلى ذلك، وكلام ده هيبقى في شهر يونيو إن شاء الله في أوائل يونيو القادم. وأنا بالنسبة لي الحقيقة السؤال اللي بيطرح نفسه حاليا هو المشهد المصري في السنين اللي جاية، إيه أهم الملفات وإيه أهم التحديات اللي بتنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب لغاية هذه اللحظة، ما اقدرش اقول الرئيس بشكل كامل قبل الاعلان الرسمي، رغم ان هو مفهوم خلاص انه يعني الراجل حقق الفوز في هذه الانتخابات. بحب ارحب بضيوفي في برنامج اخر النهار
بيشرفني النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الطهري. منور استاذ احمد، والله مساء الخير. مساء الخير يا استاذ، اهلا بحضرتك. شكرا لقبولك الدعوه. مبسوط ان انا مع حضرتك كمان في اليوم جميل زي ده. الله يخليك. وبحب ارحب بالسياسي المخضرم والبرلماني السابق الاستاذ رجب هلال حميده. استاذ رجب منور. اهلا بيك يا استاذ. مساء الفل. ده نورك. شكرا. تعالوا نتفق على ان احنا ممكن يعني يبقى عندنا محورين اساسيين النهارده، نتكلم شويه على نقرا شويه في الارقام من ناحيه، وبعد كده ندخل في الجد بقى، الجد اللي هو احنا اربع سنين جايه في ملفات كتير مفتوحه وفي كلام كبير، وربما بيطرح على الرئيس السيسي من النهارده خلاص يعني، ولا يمكن من امبارح بالليل، يعني انت تحدياتك ايه او اولوياتك ايه لمصر والمصريين خلال السنوات الاربع القادمه. استاذ الطهري من فضلك نقرا الارقام شويه كده قبل ما ندخل في التحليل. اول حاجه طبعا احنا بنتكلم على نسبه مشاركه كبيره جدا. شخصيا نسبه المشاركه دي بالنسبه لي كانت مفاجاه، كنت اتمناها وكنت اتمنى اكثر منها، لكن بالورقه والقلم انت كنت بتقعد تشوف ان ما فيش حاله المنافسه الشديده اللي هتدفع الناس للنزول، بتحط معطيات كتيره، لكن دايما فعلا الشارع المصري او المجتمع في مصر قادر على احداث ما هو خارج التوقعات. وواقع الامر احنا بنتكلم في نسبه تقريبا 42% بالنسبه للمؤشرات الاوليه، دي نسبه كبيره جدا، كبيره حتى في اعرق الدول الديمقراطيه، الديمقراطيه مستقره فيها لمئات السنين. يعني مثلا لو عملنا بالقياس الانتخابات الامريكيه الاخيره كانت نسبه المشاركه، كان ليهم حق تصويت حوالي 200 مليون، نسبه المشاركه كانت 125 مليون، كانوا بيتكلموا في 60% مشاركه، ودي كانت تعتبر الاكبر في تاريخ الولايات المتحده مع انتخابات سنه 68. متوسط دايما مستوى المشاركه في الولايات المتحده ما بين 35% ل 45%، ودي ديمقراطيه مستقره بقالها 200 سنه. انت حضرتك بتتكلم هنا دي رابع انتخابات رئاسية. الأمر نفسه حتى في الانتخابات الفرنسية النسبة بتبقى من 50 ل 60%. بالتالي لما حضرتك بتشوف النسبة دي عندنا في هذه الحالة بتعرف ان هي لا نسبة قوية جدا ومرضية جدا، ويمكن ما نقدرش نعتبرها انتخابات بالمعنى السياسي الصريح قد ما هو جزء من شراكة المجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي او الرئيس المنتخب الان عبد الفتاح السيسي ضمن مشروع وطني انطلق من 30 يونيو. يعني المشهد اللي جرى في الثلاث ايام اللي فاتوا كان تفويض جديد، تفويض عن طريق الصندوق. الناس ادركت اهميه مشاركتهم، وهنتكلم ليه دايما كنا بنزن على مساله لازم تشاركوا، اهميه مشاركتكم ايه، لان مشاركه المصريين بالشكل اللي حصل ده فعلا خير سند للدولة المصرية في تحديات كتيرة جاية. وده بقى اللي أنا عايز أتكلم معك ومع أستاذ رجب هلال حميدة بعد شوية، الملفات اللي مفتوحة هنعمل طبعاً فيها إيه، وكلنا طبعا طموح وأمل كبير في أن إحنا ننطلق إن شاء الله. أستاذ رجب هلال، زي ما حضرتك عارف نقدر نقول وإحنا مرتاحين جدا، الانتخابات دي كانت اختبار لعلاقة الناخب المصري بصندوق الاقتراع أكتر من مسألة الاختيار التقليدي أو الكلاسيكي ما بين اثنين منافسين. فشايف أنها حققت يعني بعد طبعا المؤشرات الأولية، هو هي بداية لمعرفة المواطن المصري بالصندوق الانتخابي ليكون هو من خلاله يحظى بالتعبير عن توجهاته وطموحاته واختياراته. هذا الأمر بدأ منذ 5 سنوات 7 سنوات، المواطن المصري بدأ يشارك، لكن البعض بيتصور أن النسبة التي وصلنا إليها نسبة ضئيلة، وهم مخطئون في هذا، ويتحدثون عن أرقام في دول أخرى كما تفضل أستاذ أحمد. لو أخذنا قياس، عملنا مقارنات بقى بين مصر
وبين امريكا. امريكا زي ما الاستاذ احمد قال دي دول عريقه في الديمقراطيه، والديمقراطيه راسخه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المواطن هناك اصبح قادرا على الحركه وقادر على الاختيار ومستوعب هذه الفكره ومتاصله في داخله، واصبحت الديمقراطيه عند المواطن الغربي والامريكي تمارس ممارسه فعليه واقعيه في ارض الواقع. امريكا يعني تسعة راضي بال 42% ده نسبه عاليه راضي بيها يعني 59. هقول لسيادتك ليه بقى 59؟ بريطانيا كانت 54.6، فرنسا 55.8، ايطاليا 57.3، الدوله اللي دايما اتكلموا عنها اسرائيل 54.2%. دي ارقام. لما احنا نعمل 42% المواطن المصري بلاش نقيس على دول، نقيس على بقى من 30 سنة و40 سنة و50 سنة و20 سنة و10 سنين كمان. كان المواطن المصري يشارك بنسبة 10%. إذن هذه النسبة هي نسبة مرضية في ظل انكسارات متعلقة بالجانب الاجتماعي يعاني منها أو الانكسار الاقتصادي نتج عنه آثار سلبية على الوضع الاجتماعي عانى منها المواطن المصري، تشكيك في الدولة المصرية، حرب إعلامية قادمة من الخارج ومن بعض الدول الإقليمية ومن قنوات معادلة الدولة المصرية، ضغوط دولية تمارس اتجاه حتى الدولة المصرية. ده 4 سنوات يعني مصر مرت بثورتين 25 يناير و30 يونيو، ثم حصل اهتزازات سياسية واهتزازات اقتصادية. يعني عايز تقول اللي كان ممكن جدا كل هذه العناصر اللي حضرتك ذكرتها تمنع المواطن من الوصول، تحبط المواطن وتقعده في بيته، لكنه اختار يحجم عن المشاركة السياسية. المواطن ليه بقى؟ المواطن اختار الدولة المصرية واختار استقرارها ومتخوف. ومن هنا تحية لهذا المواطن العظيم. استاذ طهري قال تعبير من شوية لازم اخد تعقيب منك، لان هو مش معقول هيعقب على 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 تصريحه رغم اني اساله. قال لك هو المسألة ما هياش منافسة تقليدية ما بين اتنين من المرشحين، ولكن هي شراكة او استكمال لشراكة ما بين الرئيس المصري المنتخب يعني دلوقتي حاليا علشان نبقى بنلتزم بالمعيار المهني وبين المصريين او ما بين الناخب المصري. بلا شك ده كلام دقيق على اساس جداً ان في مشروع ليه يعني بقى يعني ليه يجب ان يستكمل. المواطن المصري متابع وعارف ان الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال ال4 سنوات الماضيه التي انتهت بدات تؤسس لبناء دوله حديثه جديده، بدأت تضع يدها على المشكلات الحقيقية كالجراح الماهر الذي يستأصر سرطانا مستأصلا في جسد المريض. الدولة المصرية كانت فيها أمراض كثيرة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتجه لإقامة المشروعات العملاقة وإقامة ده ممكن نتكلم فيه لما حضرتك تقول التحديات، هنقول ليه قناة السويس وليه الطرق وليه ده كله. المواطن المصري متابع ده فانضم للرئيس السيسي واختار الرئيس السيسي وخرج ليشارك حتى تحقق الدولة المصرية كل اهدافها التنموية. ده مش بس كده، ودي شراكة حقيقية. مش بس كده يا استاذ رجب، انا هرجع لك في الكلام ده. والمواطن المصري اعتقد ان هو لديه قائمه من الطلبات، من المطالب، من رئيسه في ال4 سنين اللي جايين. طيب صدق. خلوني بسرعه كده اخد رد فعل من دوله شقيقه وهي الكويت الشقيقه. ومعايا على الهاتف مباشره الاستاذ كاتب الصحفي احمد الجارلا، رئيس تحرير جريده السياسه الكويتيه. منور استاذ احمد، مساء الخير. لا لا مساء الخير ليك وللضيوف. شكرا استاذ احمد. حضرتك متابع للشان المصري وعايز اعرف النهارده يعني قراءتك الاوليه للنتائج والارقام وفقا للمؤشرات الاوليه. شوف الرئيس السيسي لاول مره في مصر رئيس الناس بتزكيه، مش تنتخبه، بتزكيه تزكيه يعني كويس. اثنين، الرئيس السيسي في كل الإجراءات اللي اتخذها خلال 4 سنوات وهي إجراءات مهمة وفعلا كما قال زميلك اللي في الاستوديو عندك إنها بتبني دولة مهمة في السنوات القادمة. الرئيس السيسي لأول مرة يكون أمام شعب يطلب منه
وما يعترض الشعب، يمشي معاه. يعني حتى في إجراءات حاول مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم من خصوم مصر أن يستغلوها، مثل عملية تحرير الجنيه. حاول الإخوان المسلمين استغلاله بالتحريك ما يسمى الغلابة أو ثورة الغلابة، اللي ما طلعش فيها 10 أمتار 15 أمتار في ميدان التحرير. فالرئيس السيسي خلال 4 سنوات خلق علاقات خليجية مصرية ما تخلقت من قبل. أي. خلق علاقات دولية خصوصا في الـ في الـ في الـ في الدول الاقتصادية وفي المؤسسات الاقتصادية وما تخلقت من قبل. الرئيس السيسي عمل شبكة طرق حوالي 8000 كيلو ما تخلقت. عمل قناة السويس بسنة اللي يفترض أن تكون 6. عمل غاز الظاهرة هذا اللي قبل كم يوم قبل كم شهر أعلن عنه، اتخلق بحوالي 18 شهر والمفروض أن يكون 6 سنوات. هذا ما يقول الإيطاليين اللي يشرفوا عليه. الرئيس السيسي عمل أوجد وهو يدخل المنصب كان النقد الأجنبي 8 مليار، اليوم 40 مليار. عادت السياحة لنشاطها، أنهى عملية الإرهاب وإن كان يعني بقايا وذيولة موجودة في سيناء وراح ينتهي. 2، الرئيس السيسي الرجل دخل دون أن يكون رئيس منتفع، رئيس حب بلده حب مصر حب أهله ومشى في المشوار اللي جسم. الرئيس السيسي يعني عمل بال4 سنوات ما يمكن فعلا أن يؤسس في دولة واعدة. وحضرتك استخدمت تعبير تزكية لوصف نتيجة هذه الانتخابات أو هذا الاستحقاق الانتخابي بدلا من فوز. حضرتك بتعتبر أن الناخب المصري زكى الرئيس؟ زكى الرئيس ماش انت ما صوت له زكاة، لأن هذه النسبة العالية اللي أخذت دون إرهاب إعلامي ودون يعني ضجيج من ذاك النوع اللي الواحد معروف إنما زكاة. وجاء أنا طالب السيسي، يقول كان طالب السيسي، وإحنا شاهدنا اللي بيجوا على الكراسي مسكين معوقين، وشاهدنا تلك المرأة اللي رقصت وشالوها وتوفيت بعد ما صوتت. أيوه رقصت. أيوه يعني كل هذه الأشياء مؤشرات للمحبة اللي صنع هذا الرجل واللي تمام سببت هذه التزكية اللي كل ذلك عليها. أنا بشكر أمام الرئيس في 4 سنوات قادمة أعتقد أنها راح تكون مفصلية ومهمة في الاقتصاد المصري، في السياسة الدولية، في أيضا تحسين أداء الشعب المصري في مصانعه وفي يعني مصر بعد 4 سنوات أو 5 سنوات ما راح تصدر عمالة، راح تستورد عمالة لمصر بعد ما ناخ الاستثمار ما تحسن، وبعد ما هيبقى في توجه لدى الحكومة المصرية للتصنيع وما إلى ذلك. أنا فاهم ده اللي تقصده حضرتك بمسألة استيراد العمالة يعني عوضا عن تصدير عمالة، هنبقى محتاجينهم هنا أعتقد. بالعكس أنت هتستورد زيادة، لأنك هتكون أمامك صناعات اللي يسمونها جوينت فينشر مع صناعات دولية، المشروعات المشتركة. بعدين أنت اليوم عندك قانون الاستثمار اللي ما انخلق إلا بعهد الرئيس السيسي. هذا القانون راح يوفر لمصر يعني علاقات اقتصادية صناعية ما كانت في السابق
عندك العاصمة الجديدة يعني إيراداتها إذا مشت بالمستوى 120 إلى 130 مليار دولار من مبيعات الأراضي اللي فيها. إحنا ممكن 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 نقعد معاك للصبح أستاذ أحمد، إنما طبعا حرصا على وقتك يعني أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة الأستاذ أحمد الجرالة رئيس تحرير السياسة الكويتية. أستاذ طهري، في كلام مهم اتقال، وبعيدا عن التحديات اللي منتظرة الرئيس في الأربع سنين اللي جاية، تعال نقرأ الأرقام. هل لفت نظرك كرجل يعني صحفي وإعلامي ومراقب لسير العملية الانتخابية الأرقام؟ يعني مثلا نقول ايه للمرة الثانية برضو المنافسة مع الأصوات البطلة، المنافسة مع الأصوات البطلة، فمن وجهة نظرك ايه رأيك في هذه الظاهرة؟ مختلفة عن الانتخابات اللي فاتت. الانتخابات اللي فاتت. منتخبة، ان تقديري ان كان في ناس حريصين على المشاركة، لكن في نفس الوقت عندهم قدر من الملاحظات، وبالتالي استجابوا للدعوة بتاعت الدولة ودعوة رأس الدولة لما قال انزلوا حتى لو هتقولوا لأ بس انزلوا، وبالتالي هو استجاب لدعوة رأس الدولة، وبالتالي هو بيعطي رسالة ان هو عنده مطالب او عنده بعض الامور هو غير راضي عنها. دي وجهة نظري فيما يخص ان نسبة الاصوات الباطلة بنتكلم في حوالي اكتر من مليون صوت. طبعا في جزء منها متعلق بالاخطاء في التصويت وما الى ذلك، لكن ما اقدرش اعمم المسألة بهذا الشكل. وخلينا استاذ معتز لما تيجي تبص بنوع من التدقيق في الانتخابات المرة دي، ما كانتش اعادة انتخاب لشخص بقدر ما هي كانت اعادة انتخاب لدولة. ده بمعنى صريح. دولة ودولة يونيو. ولو حضرتك تلاحظ ان الكتلة اللي اتحركت دي كتلة صادقة، كتلة ما فيهاش جماعات مصالح، ما فيهاش جماعات ضغط، كتلة تختلف عن الكتلة اللي نزلت في الانتخابات الاولى. الانتخابات الاولى بطبيعة الحال كتلة غير موجهة، رئيس جديد جاي، بالتالي في جماعات مصالح بتتحرك، في ناس بالفعل عندهم حروب او معارك مع الادارة السياسية في الاربع سنين اللي فاتوا. حضرتك بتنساش ملف استعادة اراضي الدولة، شبكات الفساد اللي اتضربت، وبالتالي الكتلة اللي نزلت في انتخابات 2018 دي كتلة صادقة، كتلة نازلة فعلا مؤيدة للدولة، تعي ارتباط وقوفها في الانتخابات بالمشهد في المعارك في سيناء، تعني جيدا الرسالة دي. عايز ارجع للموضوع ده بالتفصيل ونناقشه كده ونشوف دوافع كل من يعني ذهب الى صندوق الاقتراع وادلى بصوته ايا كان صوته ايه يعني بالظبط. بس دلوقتي معرفش لو ما عندي اتصال هاتفي مع المهندس صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان مجلس النواب المصري. المهندس صلاح مساء الخير وشكرا للمشاركه معانا. سياده النائب مساء الخير يا فندم. هو في مشكله في الاتصال؟ طيب هنحاول نرجع تاني. انا وقفتك في حاجه هرجع لك تاني، بس برضو نفس السؤال هطرحه على الاستاذ رجب هلال. تقدر تحلل لنا الارقام يعني على حسب المؤشرات الاوليه؟ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي حصل على 22 مليون، المرشح موسى مصطفى موسى 700 الف صوت تقريبا تمام. يعني الباطل من مليون و الباطل حوالي مليون و 700 الف صوت تمام. انت بالنسبه لك الارقام دي يعني عن ماذا تعبر؟ تعبر في الحقيقه عن رغبه المواطن المصري في الاستقرار وخروجه للمشاركه الفاعله الحقيقيه. ده واحد. بس الاصوات الباطله هقول يعني هي نمره اثنين. هقول على الاصوات الباطله دي ظاهره تكررت، ليست هي المره الاولى. لو حسبنا بهدوء بحسبة بسيطة الألف وسبعمائة، وده ليس تقليل من هؤلاء فده حقهم،
لكن ها اللي طلعوا ابطلوا اصواتهم هم لهم الشكر في حد ذاته لانه خرج. المهم ان يخرج، المهم ان يشارك، فخرج وشارك وهو حر في ان يبطل صوته ان يختار. فدي ايضا مؤشر على انه حتى المواطن المصري بدا يتخلص من حاله الركود المطلق الى الركود النسبي. ركود نسبي ان حتى كان قلنا كان بيشارك ب 10 15 20% كان اقصى شيء، النهارده بقى عندنا مشاركه عاليه. الاصوات البطله دي تدلل على ايه كمان؟ ال 1000 مليون و700 صوت، 2 مليون صوت، 2 مليون من 25 مليون هيوصل كده بعد النتائج، ما في عندك 23 مليون صوت راحوا قالوا نعم للدولة المصرية، اختار جزء الرئيس السيسي والرئيس الأغلب، وجزء اختار الرجل الوطني المهندس موسى مصطفى موسى. أما تيجي تشوف دول من العدد الكلي يمثلوا 7% 6.2 من 6.2 ل 7%، هنفترض ان هم 10%. هنا اللي كانوا بيتحدثوا في الخارج وبيتحدثوا في بعض الوسائل الإعلامية الموجهة ضد النظام السياسي وضد الدولة المصرية كانوا بيراهنوا على حاجتين: المقاطعة المطلقة، مش بقى احنا بنقول المقاطعة النسبية، يقول لك هيبقى في مشاركة نسبية ومقاطعة مطلقة. لا، المصريين عكسوا لهم المعادلة، جعلوها مشاركة مطلقة ومقاطعة نسبية. ده واحد. نمرة اتنين، هذه النسب بينت ان كل هذه القوى المعادية للدولة المصرية النظام السياسي لم تستطع التأثير إلا في عدد لا يجاوز 7% 8% من مجمل المصوتين أو المشاركين. نمرة ثلاثة، ده يديني بيان عن قوة جماعات الرفض داخل الدولة المصرية كمان، اللي هم ملأوا الدنيا بمؤتمراتهم، وده حقي من يعبروا بمشاكل، كل إنسان حر، وإحنا في دولة فيها حرية، كل واحد حر، لكن هم خرجوا يستحسوا الناس منذ فترة طويلة على ضرورة المقاطعة. ولأن الشعب المصري كما قلنا ونكرر في كل وقت أنه انحاز للدولة المصرية طالبا الاستقرار، طالبا لتحقيق معدلات التنمية إلى آخره، لم يستمع لهذه المقاطعات. وأن هؤلاء الداعين مع احترامي الشديد لهم اسما اسما لم يستطيعوا أن يؤثروا في عدد بسيط. تعال بقى اسم السبعة في المئة أو العشرة في المئة على القنوات اللي بره وعلى المعادين وعلى رجال الأعمال، الطبقة، في طبقة تضررت داخل الواقع المصري ملهاش اتجاهات سياسية لكن لها مصالح اقتصادية، مصالح فئوية، رجال الأعمال أو بعض رجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم، ولأن هم في الأصل كانوا قد استولوا على حقوق كثيرة من الدولة. دول بس في كلام مهم، أنا آسف إني بقاطع، لا لا لا، بس في كلام مهم قوي حضرتك قلته وأنا محتاج إن أنا يعني أستفز فكرك فيه، مش أستفز شخصيتك خالص. خلينا نسمع حبيبي ولك ما شئت. شكرا أستاذ رجاء بلال حميدة. المهندس صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري، سيادة النائب مساء الخير وشكرا على المشاركة. أهلا بك أستاذ معتز، تحياتي ليك ولمشاهدينك الأفاضل. أهلا بحضرتك. هي يمكن موضوع هيبقى إجرائي وهو حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، يا ريت حضرتك تحطنا في الصورة ويعني هيتم إزاي وإمتى وما إلى ذلك. لا، وبإذن الله تعالى طبعا يعني وفقا لنص الدستور أن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين على تولي قبل تولي فترة الرئاسة الجديدة أمام البرلمان. وأعتقد كده يعني وفقا للمدد الزمنية أن الرئيس في بداية شهر يونيو 2018 سوف يتوجه للبرلمان لحلف اليمين لفترة رئاسية جديدة. ده الإجراء الدستوري وهو إجراء منصوص عليه في الدستور، لا جدال فيه يعني، ومجرد حلف اليمين تبدأ فترة الرئاسة الجديدة التي تستمر لمدة 4 سنوات. وبالنسبة بقى للبرلمان نفسه يعني وضعه ايه في ظل وجود نقول رئيس يعني مش عايز اقول جديد ولكن رئيس مستمر لفترة ثانية؟
لا هو البرلمان ما مش مرتبط مع يعني البرلمان مش جزء من السلطه التنفيذيه يعني، لا البرلمان سلطه مستقله هي السلطه التشريعيه بتقوم بعملها وفقا لاختصاصها الدستوري انما لاش اي علاقه. احنا بس يعني كل ما في موضوع ان الرئيس ربما مثلا يعيد تكليف حكومه جديده او يكلف نفس الحكومه وبتاتي الحكومه دي وفقا لنص الدستور برضو بتاتي ببرنامجها لتعرضه على البرلمان، اذا وافق البرلمان على هذا التكليف تشكل الحكومه، اذا لم يوافق البرلمان يعاد الموضوع مره اخرى الرئيس لتكليف حكومه جديده. لا لو حصل تكليف حكومه جديده يعني. تمام، حظ سعيد لاعضاء البرلمان وشكرا على هذه الايضاحات. المهندس صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري. اروح للاستاذ الطهري. استاذ رجب قال كلام مهم جدا وهو يوجه رسائل لجماعات معارضه للحكم، معارضه للدوله المصريه، بيستغلوا منابر اعلاميه في الخارج لاحباط الناس لو حبيت تقول، او دعوة الناس للمقاطعة السياسية والمشاركة السياسية علشان ما يبقاش فيه من وجهة نظرهم إطفاء شرعية على وجود النظام السياسي في مصر وما إلى ذلك. الكلام ده كله مفهوم، ولكن هناك منتقدين بقى خارج إطار هذه الجماعات بيقول لك إن هم محتاجين توسيع العمل العام، توسيع دايرة المجال العام. دي حضرتك ما تقدرش تسميها معارضة، تقدر تسميها ان هي في مجموعات عندها ملاحظات على الاداء العام في الاربع سنين اللي فاتوا. وهتلاقي المجموعات دي نزلت الانتخابات وادلت بصوتها، وهتلاقي ناس كثيرة منهم اختاروا الرئيس السيسي. ممكن طبعا. الجزء الاولاني اللي حضرتك صنفته على ان هم معارضة، هم مش معارضة، هم خصوم. يعني هو مش المعارض ده واحد بيمتلك مشروع عنده افكار وعنده حلول لحاجات انت مش قادر تقدمها مثلا، لكن هم خصوم. هو يا اما وجودك يا اما وجوده. ده الجزء الثاني. واقعيا الدوله المصريه في الاربع سنين اللي فاتوا دي معارك مستمره للاربع سنين اللي جايه، ويمكن ده كان واصل لوعي الناس في المشاركه في الانتخابات، لان مشاركتهم هتفرق في ثلاث معارك رئيسيه الدوله بتاخدها. المعركه الاولى وهي معركه الارهاب. دي جزء منها متعلق بالمواجهات على الأرض، وجزء آخر متعلق بمواجهات سياسية خارج الحدود مع دول داعمة للإرهاب ومع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. مشاركة الناس تفرق في إيه؟ أو الـ 40% اللي نزلوا أو الـ 25 مليون اللي نزلوا يفرقوا في إيه في المعركة دي؟ يفرقوا رقم واحد فيما يتجاوز البعد المعنوي بالنسبة للمعارك اللي دايرة في سيناء، ان الابطال اللي بيحاربوا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي بيتأكدوا ان شعبهم معاهم، وشعبهم معاهم في نفس الخندق، وشعبهم معاهم في نفس المعركة، وان تضحياتهم ما راحتش. ده جزء معنوي. الشق السياسي ان من 2013 الى يومنا هذا الاخوان في الغرب من خلال مراكز ابحاث ومن خلال كتابات في صحف غربية وبعض الجمعيات الحقوقية اللي بتدور في فلكهم بيحاولوا يصوروا الأمر في مصر على أنه صراع على السلطة ليس أكثر. بالتالي لما نزل 25 مليون أنت كده فنت هذه الحجة اللي الناس دي بتتحرك بيها، لا هو مش صراع على السلطة، ده رغبة شعب وإرادة شعب. دي المعركة الأولى. المعركة الثانية وما تقلش شراسة وهي معركة التنمية. دولة كل سنة بتزيد 2 مليون، عندها مشاكل في البطالة، كان عندها أزمات في الطاقة، محتاجة تحديث شامل لبنيتها الأساسية، محتاجة أنها تنطلق بمشروع اقتصادي عملاق، تدخل عصرها من أول وجديد لأنها تأخرت. طيب نزول الناس يفرق في إيه في معركة التنمية؟ إحنا في معركة التنمية مش ماشيين بمفردنا،
احنا في معركه التنميه عندنا شركاء دوليين، عندنا مؤسسات دوليه مانحه، عندنا عندنا بنك دولي، عندنا صندوق نقد، عندنا استثمار اجنبي. فلما بينزل خمسه شراكات مع دول عظمى بالظبط عديده بالظبط، فلما بينزل 25 مليون المجتمع اللي انت بتتعامل معاه في معركه التنميه بيقول اه لا ده دي بلد مستقره والاستقرار فيها مش صدفه، والاستقرار ده مستمر ومؤشرات الاقتصاديه بتاعتها بالنسبه لي مطمئنه. المعركه الثالثه ودي اهم المعارك في رايي ودي ممكن يتفق معايا فيها الاستاذ رجب، هي معركه مكتومه ما ظهرتش على الساحه، يمكن هتبان في الاربع سنين اللي جايين وهتبقى شديده الوضوح في 2022 في الانتخابات القادمه. هي معركه ثلاث ايديولوجيات. اول حاجه المشروع الوطني المصري اللي طلع في 30 يونيو والقائم على استعاده المؤسسات، لاحظ حضرتك حاجه، احنا ثوره يونيو ثوره شعب وثوره مؤسسات، لان القضاه كانوا في الشارع، الضباط كانوا في الشارع، الكلام ده كله. وبالتالي حضرتك لا تستغرب ابدا ان الدوله في انتخابات 2018 كانت تحث المواطنين وتشجع المواطنين وتنظم للمواطنين العمليه الانتخابيه، لان هي الدوله مش الشخص، الدولة الدولة تخوض معركة والدولة ليها مصلحة حقيقية ان الناس تنزل. انا عايز تعذروني لان ده الحقيقة محور على قدر كبير جدا من الأهمية، وانا الحقيقة محضر سؤال في هذا المحور وهو مسألة إعادة استيعاب التيارات اللي ظهرت في 30/6 ضمن الحياة السياسية المصرية. لربما لان في ناس بتسال فين الكوادر اللي ممكن تترشح قدام الرئيس السيسي وما الى ذلك، ناس طرحت هذا السؤال. واعتقد ان حضرتك لمست معايا في حكايه معركه المؤسسات دي، وتعالى نتكلم فيها بعد ما ناخد استراحه اعلانيه صغيره علشان هنستقبل السيده مارجريت عازر هتنضم الى هذا النقاش بعد الفاصل، وهي عضو برلمان وشخصيه سياسيه بارزه ومعروفه. هنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي. برحب بضيفه انضمت الحقيقه الى هذا النقاش في اثناء الاستراحه الاعلانيه، وهي النائبه مارجريت عازر. اهلا بيكي سياده النائبه، وشكرا على المشاركه معانا. اشكرك يا فندم. وباجدد الترحيب بضيوفي من اول الحلقه، الكاتب الصحفي احمد الطهري، اهلا استاذ احمد. اهلا. والسياسي والبرلماني السابق الاستاذ رجب هلال حميده، اهلا بيك يا استاذ رجب. اهلا بيك. نبدا بقى مع نشوف صوت نسائي كده وراي الاستاذه مارجريت في قراءتك ايه للنتائج مبدئيا قبل ما ندخل في مساله الاربع سنين اللي جايه ان شاء الله. يعني انا قراءتي للنتائج اللي حصل او التصويت بالكامل بغض النظر عن نسبة الرئيس أو المرشح الآخر، هو دي مصر، هي دي عظمة المصريين، يصطفوا وراء بلادهم، وإذا حصل أي محنة تجدهم واقفين بغض النظر عن كل التحديات اللي بتقابلهم. هم واعيين يعني إيه وطن، يعني إيه حفاظ على وطن، يعني إيه استخدام حق دستوري ليهم. أنا كنت متوقعة النسبة دي، ومتوقعة إن الناس عايزة تقول للعالم كله إن إحنا المصريين كلهم على قلب رجل واحد، المصريين كلهم عارفين يعني إيه وطن، عارفين يعني إيه تحديات، عارفين المرحلة اللي إحنا بنمر بيها مرحلة صعبة جدا. مصر الآن بتحارب الإرهاب وبتبني وبتعمر، وهم وخلينا نقول بمنتهى الصراحة حتى على مدار الأربع سنوات اللي فاتت المصريين احتملوا التحديات كلها، يعني تعبانين من الغلاء، تعبانين من الغلاء، حاسين ان الحالة الاقتصادية عندهم بتضيق، بتضيق، لكنهم مستمرين. ولأن الأول كانوا بينزلوا بدافع الخوف من ان التيارات القوى او قوى الشر التاني ترجع، النهارده نازلين بدافع الامل، عندهم امل في بكره، لاول مره يحسوا ان بكره بقى بتاعهم، بقى بتاع اجيال جديده، بتاع اولادهم واحفادهم، لاول مره النهارده يحسوا ان مصر بتسطر عهد جديد من البناء والمشروعات القومية والاستثمارات اللي هتعود عليهم في ودي طبيعتنا كمصريين. يعني التخوف ايه من وجهة نظرك سيادة النائبة على عدم اقبال المصريين بالنسب الـ يعني الكافية لإظهار الشكل الديمقراطي في المجتمع المصري
في الانتخابات اللي احنا بنتكلم على مؤشراتها الاوليه دلوقتي، كان يعني كان ايه التخوف انه يحصل عزوف عن الصناديق ولا ايه؟ لا، هو كان التخوف الاول ان ما فيش عدد من المنافسين، فالناس حاسه ان النتيجه محسومه، ده كان عامل من العوامل. العامل الثاني ان مفيش دافع الخوف زي الاول، يعني هم حاسين ان مفيش مرشح قوي امام الرئيس، فمفيش تحديات كبيره. النتيجه محسومه سواء ب 20% سواء ب 50% سواء ب 30%، النتيجه محسومه. هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت مخليه ان احنا حاسين ان ممكن الناس تتكاسل في انها تنزل، لكن في الحقيقه لا، الناس كانت مدركه تماما مدى التحديات اللي بتقابلنا الخارجيه والداخليه، وانتصروا الى ثوره 30/6 والشرعيه، شرعيه الرئيس وشرعيه النظام، وامتثلوا ليه انهم بيقولوا للعالم كله ان احنا دوله مستقره امنه، واصل الاستقرار السياسي بيعطي طمانينه للاستثمار. وبالتالي هم مدركين تماما ان صورتنا هتنعكس على العالم كله، فهتنعكس على الاستثمارات. وبالتالي احنا النهارده انك يبقى في 3 ايام المصريين بينزلوا بمنتهى الحريه من 9 صباحا ل9 مساء باولادهم بينتخبوا بيروحوا بيجوا في حراك داخل الشارع، اذا في استقرار وفي امان. النسبه كمان بتدي مؤشر كبير، وخلي بالك ان نسبه الانتخاب في العالم كله لا تتخطى 35%، يعني انت عديت المعدلات الطبيعيه او يعني العالميه، وبالتالي انت بتدي مؤشر للعالم كله انك انت عندك استقرار وامان، وعندك على الأقل استقرار سياسي تستطيع من خلاله أنك تكمل والمسيرة. هي بتروح لأكتر من 50 و55% في الدول اللي ليها باع طويل في الديمقراطية، عشان بس نبقى منصفين. فرنسا فرنسا أمريكا يعني، بس أنا مش بقول ان مصر مش بقول ان المشهد السياسي عندنا بقى زي أمريكا. أنا عارف ان في اختلافات لسه وإحنا ماشيين في مشوار، بس في نقطة الحقيقة أنا مبسوط من حضرتك إن انضمت لنا فيها، لأن الأستاذ الطهري قبل الفاصل مباشرة قال نقطة حساسة جدا وربما هتمثل تحدي حقيقي للمشهد المصري خلال السنوات الأربعة اللي جاية، وهي أنا هسمعها منه معلش بعد إذنكم. يعني ده قال لك معركة مكتومة. طبعا. اللي هي وقلت لي 30/6. طبعا احنا واقع الأمر، وليه دايما الناس بتقول إن الرئيس السيسي ما عندوش منافسين أو من الصعب إن الرئيس السيسي يبقى ليه منافسين. باختصار شديد الرئيس السيسي هو أول وجه يقتنع به المصريين من 25 يناير 2011، الوجه اللي وجدوا فيه الدولة اللي هم يعرفوها، حضور المؤسسات، الكلام ده كله. فإحنا بنتكلم النهاردة على المستقبل، طبعا ربنا يعينه في ال4 سنين اللي جايين، لكن إحنا بنتكلم 4 سنين في عمر الدول، ده يعني الدقيقة اللي جاية. جزء من الانتقادات اللي كانت توجه للرئيس الأسبق مبارك ان هو لم يجنب مصر الفوضى في لحظة من اللحظات. احنا مش عايزين ده يتكرر. لم يجنب مصر الفوضى في لحظة من اللحظات. الرئيس مبارك ده هو جنب. اجاب لك بس عشان المعنى يبقى واصل، عشان المعنى يبقى واصل لحضرتك ان لما رئيس عبد الناصر في لحظة من الزمن كان عندنا الرئيس السادات جاهز، لما رئيس السادات اختفى كان الرئيس مبارك في دولاب عمل الدولة نائب رئيس جمهورية 6 سنين. الرئيس مبارك ما عملش ده رغم اعتزازي واحترامي الشخصي لشخصه ودوره الوطني. بس هو جنب الفقر يعني الفوضى. انا بتكلم حضرتك هو بتكلم في نقطه ثانيه حضرتك. وكان في عندنا المجلس الاعلى تفتكروا عندنا المجلس الاعلى تفتكروا هو ده الموضوع اللي احنا بنناقشه؟ لا مش ده موضوعي. كمل فكرتك. الجمل بس كمل. عايز تعقب بعد كده انا معاك. لا انا بتكلم فيه دلوقتي ان احنا عندنا مشروع اسمه مشروع 30 يونيو. كويس. وده مشروع وطني وليه اهدافه وليه حتى امتداده الاقليمي النهارده. كويس. انا مهتم جدا اني ابدا اشوف الوجه الذي سيحمل هذا المشروع على عاتقه في 2022 خلال ال4 سنين اللي جايه. انا مهتم جدا بهذا الامر. حضرتك هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان انتخابات 2022 مش هتبقى زي انتخابات 20
18 على الاطلاق. الرئيس السيسي اكد اكتر من مره ان هو هيحترم الدستور في المساله دي، وان هو ما عندوش نيه التعديل الدستوري او ما الى ذلك، وهو حتى اللي فتح الكلام في الموضوع ده في احد مؤتمرات الشباب على ما اعتقد. بالتالي احنا كمجتمع كناس مع البلد يهمنا جدا ان احنا ندفع في هذه المساله. اصل الدستور متحصن اساسا، المواد دي بغض النظر عن الدستور متحصن يا فندم، يعني المواد دي محصنه اساسا. انا يهمني ان محصنه بمعنى ان ما ينفعش تعدل الا لمزيد من الضمانات. نص دستوري قطعي كده قال لك ما ينفعش التعديل في هذه المواد بالذات، مدة الرئيس يعني لا يجوز التعديل في مدة يعني الرئيس الا لمزيد من الضمانات. حضرتك تقصد تقول انه على المصريين في خلال السنوات الاربعه اللي جايه على الرئيس ولا على الرئيس؟ انا مختلفه على الرئيس. ثانية واحدة يا فندم، معلش هكمل وجهة نظري. الاختلاف مش مشكلة فعلا. اتفضل. وجهة نظري ان احنا عندنا مشروع لهذا المشروع الوطني انطلق في 30 يونيو، انا مش عايز الموضوع ده ينتهي في 2022. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمن على هذا المشروع، وبالتالي خلال الاربع سنين اللي جايين اتمنى على الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يقدم للمجتمع الشخص الذي يرى فيه انه قادر على حمل الامانه. ده ازاي بقى استاذ ماردو؟ لا يا فندم، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. مين اللي يقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليته انه يختار رئيس قادم؟ ده الشعب، هو مواطن مصري في الاخر. انا هقول لحضرتك، خلينا نتكلم. اذا كنا بنشتغل سياسه بقى، يبقى الاحزاب السياسيه فين يا فندم؟ ما يبقى هو احنا علينا ان احنا نقول المناخ اللي يفرز كوادر. ما هو ده يا فندم. طيب يبقى اذا انا النهارده بقول ان لازم يبقى عندي احزاب، مش 107 حزب او 104 حزب كرتونيين. لا انا عايز اقول بقى للاحزاب السياسيه النهارده، اذ انتوا عليكم بنيان الشكل السياسي القادم لمصر. بمعنى ان حضرتك بتكلف الرئيس اكتر من طاقته ان هو يختار حتى نائب. هو مش لازم النائب يبقى هو الرئيس القادم، مش لازم اطلاقا، لان بس انت بس ممكن لكن يكون على الاقل الشخصيات السياسيه اللي موجوده في المشهد ممكن قوي يبقى نائب مرشح. ولكنه مرشح. لكن النهارده علشان يبقى عندي بديل، ومش بديل واحد، عشرات البدايل، لابد ان يكون لدي احزاب قويه داخل المشهد السياسي تستطيع ان تبنى من القاعده الى القمه، وليست من القمه الى القاعده كما حدث في ال هرجع لك. مطالبه سياده النائبه بوجود احزاب سياسيه حقيقيه وليست كرتونيه، يبقى ليها ظهير شعبي وتبقى بتمارس السياسه بشكل محترف عشان تطلع كوادر. لان هو ده هو دي حضرتك صبرت كتير. اتفضل. لا انا معاك انت، انا اصبر لا ما لا نهايه. اتفضل. أنا متفق وأفهم اتجاه الأستاذ أحمد. هو يتحدث على ليس كما وصلت أو ذهبت إليه الأستاذتنا الموقرة، إنه ما قصدش إن الرئيس اختار له نائب يبقى بديل موجود. لا، ده هو أنا أفهم مقصده، إن كان فهمي ده صوابه صحيح، يعني إن الرئيس في الأربع سنوات القادمة لابد وأن تكون له القرارات القوية والتدخل الحازم والحاسم وتوجيه مؤسسات الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة، اللي بيصب في اللي قالته سيدة النائبة ازاي. ان احنا محتاجين حركة سياسية فاعلة حقيقية ينتج من خلالها او ينتج عنها كوادر سياسية قادرة على مواجهة الواقع، يخرج منها زي ما حضرتك قالت عشرات المرشحين او القادرين على خوض انتخابات. ده تجيبها منين؟ تجيبها منين؟ لا يعني الواقع هقول لسه، لانه معلش يا استاذ رجب، حضرتك راجل يعني نقول ايه يعني اسطى في السياسه. الدول العريقه اللي بنشوف بقى مرشحين ونشوف معارك انتخابيه شرسه بتشوفها من الاحزاب. يبقى عندك احزاب بقالها مئات السنين، مش مئات السنين، حزب العمال البريطاني، حزب طب ما الخضر مثلا في المانيا صغير وجديد لكن بيطلع. بس بيطلع يا معتز. انا عايز اقول لك ان هم انت عندك الوفد بقاله 100 سنه، ده الوفد السنه دي 100 سنه. طيب والعمل عندك 80 سنه. فين 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 المشهد ده في مصر؟ هجاوبك. اتفضل. ده قياس مع الفارق، لأن هذه الدول التي هي أصبحت الآن متمرسة وعريقة في الممارسة الديمقراطية خلق لها كل الآليات الصحيحة التي ترتبط ارتباط وثيق بخلق حركة سياسية فاعلة ومجتمع
قادر على الاختيار والتفاعل السياسي. مين يا فندم اللي قادر على؟ اكمل طيب. انا بتكلم طيب. على الدول اللي بره. لا طيب. مين اللي قادر ان يعمله عندي هنا؟ اكمل لحضرتك. سؤال مهم. الدوله ده مهم طبعا. ما كل كلامها مهم. مين يعمله الدوله هنا؟ ما انا اقول لسيادتك. ما تقوليش رئيس. احنا بنؤسس لدوله الدستور، دوله القانون، لا دوله المؤسسات. دوله المؤسسات ينص دستورها في مادته الخامسه على ان النظام السياسي في مصر يقوم على التعدديه الحزبيه. لازم تديله الاليات اللي هي تؤهله. مين اللي يديله؟ الدوله. لا يا فندم. ما اكمل بس وحضرتك عقبي زي ما انت عايزه. يعني هي رافضه يعني رفض الموضوع يجي يعني لفوق. اما تيجي الدوله تعمل قانون للانتخابات معيب لا ياخذ به العالم كله. القائمة النسبية المطلقة، وفي حد بيطبق القائمة النسبية المطلقة؟ يعني انت تجيب 10,000 صوت دخلوا ينتخبوا، منهم 5,001 للقائمة دي و 4,999 للقائمة التانية. تاخد ال 4,999 ترميهم في سلة المهملات؟ لا، احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نسبي بحيث يكونك تمثيل برلماني، حتى لو نائب 2, 3, 5 للأحزاب. نمرة 2 امنح الأحزاب حق. حضرتك مش استفتيت على الدستور؟ 90% من الشعب المصري نزلوا استفتوا على الدستور. مش دي مربع الفرس. انا هرجع لسؤالي مره ثانيه. المناخ لا يساعد كلامه في السياسه. ممكن يبقى في مثال. لازم نرد على كل ندخل في قضايا كتير. السؤال، مين اللي هيمنح المجتمع المصري المؤسسات الحزبيه اللي هي الرئيس هترشح لنا؟ الرئيس يعطي اشاره البلد، هتخرج لنا الرئيس اللي يبدا يصنع. نختار ما بينهم بعد 4 سنين. الرئيس، ادي مثال بس. لما اقول الرئيس يبقى عايز اعمل الحزب الوطني. هضرب مثال. لا حضرتك ما تكلمنيش عن عصر انتهى. انا ماليش دعوه بالعصور. ما كلمش من فضلك بس. طيب بس انا ما كملتش اصل كان الدور معايا. طب ما الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر لما جه في بدايه حكم صنع حاجه اسمها منظمه الشباب، مع ان انا مش ناصري وانت عارف كده. انا اتجاهي ليبرالي بحت. ده واحد صنع منظمه الشباب. منظمه الشباب قيادات منها هي اللي موجوده حتى الان في سده. انا بتكلم بمعنى ان الرئيس يهيئ المناخ الكوادر، لان مش شرط يكون عمل حزبي بقى. في الكلام في حاجه. اه ان حضراتكم بتتكلموا على انتخابات رئاسيه وحديث عن السلطه وصراع على السلطه وما الى ذلك. مش صراع يعني تنافس على السلطه في الانتخابات اللي جايه. لا، بتكلم في مشروع وطني. المشروع الوطني ده هيواجه ازمه بعد 4 سنين. طب يعمل ايه بقى؟ قول لنا بقى. هو ده اللي انا بتكلم فيه. حضرتك لما بتتكلمي كلام حضرتك سليم جدا في مساله ان هي لازم تيجي من الاحزاب ومؤسسات حزبيه. طبعا يا فندم، اللي ما اتعملش في 50 سنة ولا 60 سنة في الاحزاب مش هيتعمل في 4 سنين. عشان نبقى واقعيين، لو احنا قلنا الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى اللي اتعمل في ال4 سنين دول ما كانش ممكن يتعمل. اتعمل بايه يا فندم؟ باصرار وجود. باصرار ايه؟ حضرتك ده حقي انا كمواطن، ده حقي، وبالتالي لابد ان اتمسك ان الشارع المصري لابد ان يخلق حراك سياسي علشان يبقى عندي احزاب قويه. هو اللي هيحصل ايه؟ ان مؤسسات المجتمع المدني لازم تشتغل على التوعيه الحقيقيه لوجود احزاب سياسيه وتغيير ثقافه المواطن المصري بالانتماء الى الاحزاب. وبالتالي لابد ان يعني انا عندي قانون للاحزاب، ما اعتقدش انه معيب، قانون رائع جدا. عندي كوادر حزبية قوية جدا، لكن مش قادرة توصل في الشارع. ليه؟ لأن لا حضرتك قلته. لأن احنا كنا السلطة تحاصر كل المستغلين بالعمل السياسي. لا، السلطة تحاصر. كنا يا فندم، السلطة لا تمكنه من الحرب. حضرتك قلت كده. وانت قيادة حزبية خلي بالك. انا بقول لك كنا. والآن مفيش أي حصار لأي قوة سياسية، بل بالعكس نتمنى الان، بدليل ان في 18 حزب جدد لهم اعضاء في البرلمان. يا استاذه، تنكري ان مصر بتخوض حرب شرسه جدا ضد الارهاب وده عطل الحراك السياسي شويه؟ بالتاكيد. طيب يا جماعه، لا مش عطل الحراك السياسي، هو عطل ان يظهر لك. ليه؟ احنا كلنا النهارده متكاتفين. يعني مثلا هتقول لي في البرلمان احنا عملنا قرارات رائعة وقوانين رائعة في البرلمان، لكن الناس شايفانا ان احنا شكل واحد، لان احنا قدامنا تحديات كبيرة جدا اكتر من ان احنا نختلف او نتفق. الان انت عايز تقول ان مفيش الحراك
السياسي اللي فيه المعارضة، المعارضة مش قادرة تظهر لأنها معارضة وطنية في الحقيقة، مصطفى وراء مشروع قومي هي النهوض بمصر الآن. هو ده اللي مش مخلي الأشكال الشكل السياسيين يبان. يعني كلنا شكلنا وطنيين وراء مشروع قومي. يعني تحسي انه اتجاه، ما اعرفش اذا كانت التعبير ده مظبوط او لا، وربما يكون برغبه الجميع، اتجاه اللون الواحد او الاتجاه يا الواحد. يا فندم سؤال، ربما الناس مش حاسه بالاحتياج للتعدديه. يا استاذ معتز، الظروف اللي مخليانا كده. سؤال حضرتك يوحي اننا نتكلم في المستقبل، في اربع سنوات سابقه. ما تكلمينيش عن الماضي، عن اربع سنين سابقه. خلاص كلنا كان عندنا اصطفاف وطني وما زلنا مصطفين حول الدوله وحول الرئيس، كل ده عملناه. احنا بنتكلم اربع سنين جايين نعمل ايه عشان نقضي على الارهاب. قضاء جذري. انا رايي ده رايي، ممكن يكون غلط، ممكن يكون غلط، بس انت تفضل قول رايك. رايي ان لابد من النظام السياسي يوسع قاعده المشاركه. الاحزاب لن تعرف الا من خلال برلمان. القوانين المتعلقه بالانتخابات، مش بقول قانون الاحزاب عشان الكلام يبقى دقيق، قوانين تقضي على التجربه الحزبيه. اتنين، اترك الاحزاب تعمل مؤتمراتها، اترك الرئيس بقى ذاته. الرئيس ذاته لازم يوجه. انا عارف اتمنى ايه؟ اتمنى للرئيس ان ينشئ حزبا، ينشئ حزب تكتل سياسي ظهير شعبي. الفكره كانت مطروحه واعتقد انها قوبلت بالرفض من جانب، لا بس هيعملوها. قوبلت بالرفض في الماضي. في الدستور. المستقبل يا جماعه، احنا بنتكلم بالدستور. احنا يا جماعه احنا بنتكلم في دستور، احنا مش بنتكلم في احلام. انا عندي دستور لابد ان اطبقه. الدستور بيمنع ده؟ لا ما بيمنعش ده. لا يمنع ده. الدستور يمنع عدم انتماء اي رئيس لاي. لا 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 لا، ده انا بتاع قانون اقول لحضرتك. الدستور لا يمنع، ولكنه ألزم رئيس الدولة المنتخب أن يستقيل من الحزب الذي أتى به. يعني أنا جاي من رئيس لو كان مصطفى موسى نجح رئيس حزب الغد، ما ينفعش يمارس دور رئاسة الحزب، لكن هو جاي من خلال حزب الواجهة. بس بالتبعية هيكون بيدعم يا أستاذة بيدعم الأحزاب كلها. فأنا عايز بقى رئيس الجمهورية يعمل كده. بلاش حزب، بلاش تسميه حزب، ابحث أنت رئيس الجمهورية بيعمل إيه في الحتة دي بس. بيعمل إيه مشكورا؟ بيجمع، بيعمل لقاءات للشباب على مدار العام. علشان يعمل تثقيف، علشان يعمل مشاركة سياسية، عشان يخلق حوار مجتمعي حقيقي. هذه التكتلات الشبابية ضعها في تكتل بتوجيه السلطة يا أخي. يقدروا يعملوا، عدل القوانين، عدل الأشياء. أنت بتقول أستاذة مارجريت اتفضلي، عشان هو بيقول أنا عايز أرجع للفكرة الأساسية اللي قالها الطاهري، لأن الحقيقة هو الراجل ما كانش بيتكلم فعلا على، ما هو ده المشروع، تنافس ما بين حزبيين ومش عارف ايه. لا خالص، انا شخصيا مستقله، مشروع وطني بدا في كلنا مع هذا ومستكمل لغايه هذه اللحظه، وهيستكمل ان شاء الله بعد اربع سنين. الحراك الشعبي هو بيتكلم عن مشروع 30/6 اللي طلع بحراك شعبي. عايزين نكمل هذا الحراك الشعبي حتى نستطيع ان نخرج من بين هذا الحراك كوادر سياسيه قادره على المشاركه في المحليات، في البرلمان، في الانتخابات الرئاسيه القادمه. مش ده مجمل اللي حضرتك عايزه؟ ده اللي انا فاهمه. استاذ معلش دقيقه واحده، استاذ اتفضل. انا عايز افتكر، انا عايز الفكره كمان تكتمل عشان نعرف. اتفضل استاذ طاهر. طيب انت اللي فجرت الجدل. مش مقصود الكلام ده كله يعني. طيب خلينا نتكلم بمنتهى المنطق يعني. الشارع في مصر، وجهه نظري الشخصيه، خلاص مش بعيد عن الاحزاب، علشان في تضييق على الاحزاب. ده لو في تضييق على الاحزاب مفيش اساس من دلوقتي. المشكله في الاصل عند الاحزاب، علشان نبقى مقتنعين كده مع مصر. ده صحيح. انا كمواطن مصري قبل ما ابقى صحفي او الكلام ده كله، انا كمواطن مصري انا ما عنديش ثقه في اي حزب موجود النهارده في مصر. لانك انت بتسمي الاحزاب بمؤسسيها. حضرتك طول ما انا بقول لحضرتك الحزب الفلاني تقول لي بتاع فلان. خلاص كمل وجهه نظري. كمل يا استاذ احمد. في لحظه الجد، لما الامور بقت على المشاع بعد يناير 2011، حتى الحزب اللي كان ممكن يتراهن عليه وهو حزب الوفد، الحزب التاريخي، الحزب اللي ليه باع، الحزب اللي ليه تجربه، تراجع. وفي جزء من الثانيه الاخوان وصلوا لحكم مصر. ما اتحدث عنه بالنسبه
ان في مصر تمتلك مشروع وطني في خرج في 30 يونيو والمشروع ده عنده تحدي حقيقي في 2022، ان انا مش عايز الاخوان يرجعوا تاني بحصان طرواده تحت اي مسمى من المسميات. فده لازم اي واحد فينا ينتمي لهذا المشروع يبقى الموضوع ده جزء من تفكيره. ايه المستقبل؟ مين اللي جاي؟ مين رجل الدوله اللي جاي؟ مع كامل الاحترام حضرتك تقدري تقولي لي اخر رجل دوله قدمته الحياه الحزبيه في مصر مين؟ خناقه المرشحين سواء في الانتخابات دي او الانتخابات اللي قبلها كلها كانت بتدور حول اسماء خارج المؤسسات الحزبيه كلها. بس التيارات المدنيه استاذ طهري، السؤال عند الاجابه عند حضرتك، التيارات المدنيه في 30/6 النزاعات الشخصيه اصبح لا وجود لها في الحياه السياسيه المصريه، وكان اخر واحد كان المحامي خالد علي وانسحب من سباق الانتخابات بعد ما قال ان هو هيرشح نفسه. حمدين صباحي وهو كان في 30/6 وقبلها كان اسمح لحضرتك بالاجابه سريعا، دعا لمقاطعه الانتخابات. اسمح لحضرتك بالاجابه سريعا، مش عايزين التاريخ يكتب غلط بالنسبه ل 30/6. 30/6 حركة الشارع كانت سابقة حركة السياسيين، واستمارات تمرد كانت مالية الشارع قبل ما السياسيين يتحركوا. مع كامل الاحترام استمارات تمرد كانت قربت من 20 مليون، وأحد أعضاء الجبهة اللي اتكونت كان بيتعشى مع خيرت الشاطر بواسطة من أيمن نور. ده واقع. مع كامل الاحترام الشارع كان هو اللي سابق وهم اللي كانوا ورا الشارع. ده جزء. الجزء الثاني فيما يخص بس السياسي ده متصدر المشهد، يعني ما علينا، يعني ما مش عايز ادخل في حاجات شخصيه او اسماء يعني. مين يعني. تمام. رقم 2 فيما يخص الاستاذ خالد علي او غيره، انا ممكن اقول دلوقتي انا نازل الانتخابات الرئاسيه، هل حضرتك قدمت توكيلاتك؟ حضرتك عجزت عن ان انت تقدم توكيلاتك. حضرتك وغيرك كنتوا عايزين توصموا الانتخابات دي من قبل ما تبدا بان هي في استبعاد لمرشحين وما الى ذلك. احنا ليه بنختزل القوى السياسيه في اشخاص لهم اغراض؟ لا هو المعتز كان بيتكلم على تيارات 30/6. لا دول مش تيارات 30/6 يا فندم، انت تعتبر ان دول 30/6 التيار الاساسي هو الشارع المصري. لا ما كانش ليها قياده زي ما 25 يناير ما كانش ليها قياده في الحقيقه، يعني الشعب هو صاحب 30/6 ما كانش ليها الفارق قيادة. الفرق ان 25 يناير اختطفت، 30/6 لم تختطف. لم تختطف لان الجيش كان وراها. اوعي تزعلي مني، انا لازم اتوقف عند استراحه اعلانيه وبعد الاعلانات على طول الكلمه الاولى للاستاذه مارجريت عازر لانها ليها مداخله اضافيه. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. برحب بيكم مره ثانيه. النهارده احنا فاتحين نقاش الدائرة او المائدة المستديرة حول الاربع سنين اللي جاية بعد ما المؤشرات الاولية اظهرت فوز كبير للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي امام المرشح الاخر وهو رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، ويعني اعتقد انه كده خلاص المشهد أصبح أكثر استقرارا بما إن يعني مصر عرفت رئيسها القادم للأربع سنين اللي جاية. ويعني أنا مش مبالغ لو أحب أقول يعني إنه ده كان شيء متوقع. منتظر إيه بقى من تحديات في الأربع سنين اللي جاية؟ ملفات كتيرة جدا جدا يعني على مائدة الرئيس. الأستاذة مارجريت عازر ضيفتي النهاردة في آخر النهار كان عندها تعقيب على فكرة قالها ضيفي الأستاذ أحمد الطهري كاتب الصحفي، وبرحب بيهم جميعا وبالاستاذ رجب هلال حميده، فيما يتعلق بتكمله مشروع 30/6 على حسب تعبيره. حضرتك عندك تعقيب؟ انا اعتقد ان تكمله مشروع 30/6 هو تقويه الشارع السياسي ووجود احزاب قويه تبنى من القاعده الى القمه، مش ويبقى عندنا ثلاث تيارات موجودين داخل المجتمع، لان ما فيش عمل سياسي بدون احزاب. صحيح. يعني لا 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 يجوز ان انا اقول بلد فيها عمل سياسي، ويمكن للاسف الشديد ضعف القوى السياسيه هي اللي وقعتنا في 25 وما بعدها من فوضى، ولولا ان الجيش المصري ساند 30/6 ما كناش يعني هنطلع بسهوله، لان في الحقيقه كانت الحياه السياسيه مدمره. ويمكن حضرتك بتقول اذا كان الرئيس السابق مبارك ان حاسبه على ايه؟ على تجريف الحياه السياسيه، لان كما قال سيادة النائب ان الحياة السياسية كانت مقيدة
مقيدة. الآن بقى نحن ما فيش حياة سياسية مقيدة. الآن عندك قانون أحزاب سياسية بالإخطار، ممكن يكون ضعيف فأنتج عندي 103 حزب أنا مش في احتياج ليهم، لأن للأسف الشديد الناس مش قادرة تفهم مضمون الحزب إيه. هو مضمون الحزب استراتيجية ومرجعية أؤمن بيها قبل ما أنتمي إلى الحزب. لكن أنا لو جيت الأحزاب كلها، هو إيه اللي مخلي عندنا المناخ السياسي ضعيف؟ إني ما عنديش قوة سياسية قوية ليها منهجية. يعني أنا حضرتك لما أقرأ النهاردة أي برنامج لأي حزب هم كلهم نسخة واحدة، ما أقدرش أحدد. بس إحنا النهاردة بنتكلم بعد ظهور المؤشرات الأولية بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فترة ولاية ثانية 4 سنوات، فإحنا بنتكلم، خلينا نكون محددين، إيه المطلوب من الرئيس في الأربع سنين اللي جاية فيما يتعلق بترسيخ الحياة السياسية اللي حضرتك بتطالبي بيها؟ لا، الرئيس ماله يا جماعة ومال ترسيخ الحياة السياسية؟ الحياة السياسية اللي بيرسمها الشارع، إنما الرئيس هو عمل مشروعات قومية وعمل مشروعات كثيرة جدا هنجني ثمارها. عليه على الرئيس الآن أن يهتم ببناء المواطن المصري. إزاي؟ إزاي نهتم بالمواطن المصري؟ يبقى عندنا مشروع للتعليم، يبقى عندنا مشروع للصحة، يبقى عندنا كل الملفات دي كلها ملفات مفتوحة. والثقافة. طيب يا فندم، طب والاقتصاد؟ ما هو الاقتصاد احنا ابتديناه من اول يوم. الرئيس ابتداه من اول يوم في المشروعات القومية. قناة السويس، مليون فدان، مليون ونص فدان، العاصمة الادارية، كل هذه مشروعات اقتصادية. اصبح لدينا ملف اخر هو بناء الانسان المصري. بناء الانسان المصري بقى ثقافة، تعليم، صحة. مشروع التعليم من أهم المشروعات اللي أنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيركز عليها الأربع سنوات دلوقتي. إنما الحياة السياسية دي بقى تمام، بناء الإنسان المصري مظبوط، وبناء العقل المصري مظبوط، وبناء الاقتصاد المصري مظبوط، وملف التعليم وملف الصحة بالظبط. إنما الملف السياسي، والملف السياسي يعني ضيوف كتير جولي في البرنامج هنا بيطالبوا، وكان معايا الأستاذ رجب من كام يوم، بتوسيع دائرة المجال العام وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي. استنى بقى هرجع لك، بس اتفضل أستاذ طاهر. انت عايز جايب رئيس مقاول حقيقي؟ أنا مستغرب، ليه فكرة حرص حتى تحط نص دستوري بده، والأستاذة مارجريت بتتكلم دلوقتي في نفس السياق، ليه في تعمد إبعاد رئيس الجمهورية عن أي مسار سياسي أو حياة سياسية في مصر؟ حاجة عجيبة. إزاي؟ يعني بأي منطق؟ هو رأس بأي منطق؟ السلطة السياسية كلها في المجتمع. يعني بأي أي منطق؟ يعني حضرتك أقول لك ثانية يا فندم، يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم، هي الأحزاب، حزب الوفد مش في الأصل سبب النشأة كان حركة جماهير؟ أيوة، واستدعت النشأة ثورة 19. صح ولا لا؟ الحراك السياسي بينشأ عن مين؟ يا فندم يا فندم، أصل أنا أبقى ظلمت الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يا فندم يا فندم، اتفضل كمل. أنا النهاردة في دولة الإصلاح فيها هرمي، مصر دولة الإصلاح فيها لازم يبقى من هرمي. مصر الحياة السياسية رجعت فيها لما الرئيس السادات قرر يعمل المنابر تاني ويعمل الأحزاب تاني، وهي كانت فيها احزاب بجد. يا فندم يا هو فندم، هو ده اللي هو عايز يقوله يا فندم، ان الاصلاح انت لو حضرتك من قمه الهرم. طول ما الاصلاح السياسي ياتي من قمه الهرم لا يمكن هنعيش حياه سياسيه، لان الاصلاح السياسي ياتي من القاعده. حينما اصنع حزب سياسي ما جيبش شخصيه عامه، ما جيبش معتز بيه، اقول له انت شخصيه عامه جميله جدا، تعال احط حضرتك رئيس حزب ثم ابني عليك القاعده. المقصد ما تجيش ابدا. المقصد الحقيقي ان القائد، انا معاك كلام حضرتك صح، حضرتك قلت ان حزب الوفد جاء بناء عن ايه؟ ثوره شعبيه. ثوره شعبيه 19. جاءت بحزب الوفد فاصبح له قوه حقيقيه، استطاع ان يجلس على سده الحكم من بعدها. صح، وبالمناسبه كان حزب واحد، كان حزب واحد، كان حزب واحد. ماشي. يعني ما كانش فيه تعدد حزبي. ايوه بس كان الملاك مؤاتي، كان حزب واحد كده. انما حضرتك النهارده، انا احمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ان بقى له 4 سنين في الحكم. محدش بيحمل. انا طب سيبوني اكمل فكرتي بقى. ما تتفضلي مباشره حضرتك، ما هو بقى ثلاث مرات تفضلي، لان في ثلاث مرات. لا انا النهارده لو انا بقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول الاول في اقامه الحياه السياسيه
او الاحزاب السياسيه. اذا كان اول حاجه نعملها من الاربع سنين كانت اقامه الحياه السياسيه. لكن في الحقيقه الرئيس رئيس السلطه التنفيذيه. طيب فكرتك واضحه استاذه مارجن، فكرتك خلاص واضحه جدا وقلتيها وعبرتي عنها جيدا جدا. استاذ رجب تعقيب. انا مش بنحمل الرئيس، نحن نطالب الرئيس. انا معها تماما ان البناء السياسي ياتي من القاعده اللي هي تقصد الشعب الجماهير، لكن لكي نخلق شعبا قادرا على الممارسه السياسيه الفعليه لابد وان تكون توجهات الدوله والرئيس ومؤسسات الدوله تدعم هذا الاتجاه. ليه؟ لان الرئيس هو رئيس السلطه التنفيذيه، فتيجي الحكومه تعمل مجموعه قوانين داعمه توسع المناخ الاعلاميه. الاحزاب دي مجرد المهم. انا عايز اخش في حاجه اهم من المساله السياسيه دي طبعا. الرئيس ايه اللي مطلوب منه وايه التحديات اللي محدش قالها لغايه دلوقتي كلها؟ انا اتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ياتي به من السلطه التنفيذيه كممثل الحكومه والبرلمان ويهتموا بقضيه جوهريه. اتمنى ان يعملوا جاهدين لتكون مصر وبحق هي المركز الاقليمي لتصدير غاز منطقه الشرق الاوسط كله الى اوروبا وامريكا. ليه؟ لان الصراع الموجود في سوريا والصراع اللي موجود الان امريكا واوروبا بيتدخلوا بقوه وتقويه الجيش المصري وشق قناه السويس كله مرتبط بهذا الملف. اتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه القادمه ان تهتم بمستشفيات البسطاء والفقراء، المستشفيات الحكوميه، لتحاصر ظاهره الرجال الاعمال الفاسدين بعضهم اللي عامل مصانع وقتلوا الناس، الناس لا تستطيع ان تشتري العلاج. اتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه القادمه ان يتوسعوا في النهوض ايضا والاهتمام بالمدارس الحكوميه خاصه مدارس التلمذه الصناعيه. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب انت بتتكلم كلام منطقي جدا، بس خلي الناس بتشكو من ده طبعا، وهو ملف التعليم يا استاذ رجب. والتعليم ده الاساس، ده قضيه كبيره طبعا جدا ولازم نلف. المناهج تغير، لازم نتكلم في مساحات. ما هو بص يا استاذ معلاء، بالله عليك الحته دي بس عشان اهتم بالتعليم جيدا. التعليم ده ثلاث حاجات، المدرسه والمدرس. اهتم بالمدرسين علشان وقت البرنامج قربنا نختم. يهتموا بالمدرسين يا جماعه. انا عايز اعرف منكم انتوا استاذ طهري، ماذا يريد المواطن المصري من رئيسه في السنوات الاربع اللي جايه؟ لا، المساله واضحه، جزء منها حتى جه في الفيلم اللي اتعمل قبل الانتخابات، الشعب ورئيس، الشعب ورئيس اللي عملته الاستاذه ساندرا نشأت. المطالب كانت واضحه. الشق الاولاني الناس تحملوا اعباء الاجراءات الاصلاحيه، مصدقين اللي بيحصل رغم تعبهم، بس هم مصدقين. لان تحرير اسعار، لأن من ملامح او من منظومه قيم العصر ده المصارحة مع المجتمع، والمصارحة يعني يمكن شهر بشهر في المؤتمرات اللي كانت بتتعمل الرئيس بيدخل في حوار مباشر مع المجتمع. فبالتالي الناس منتظرين في الأربع سنين اللي جايين ان هم يبدأوا يجنوا ولو حاجة بسيطة في الأربع سنين. وانا تقديري بالأرقام ان احنا ان شاء الله خلاص هنبدأ نرتاح. رئيس معتز، احنا اللي اتعمل معانا في اربع سنين ما اتعملش مع حد. مفيش بلد بيتضرب لها ثلاث طيارات في اربع سنين. احنا اتحملنا كتير، بس احنا علشان العجله بتاعت الاحداث واخدانا. احنا الاقتصاد بتاعنا ثلاث حاجات، الثلاث حاجات كانوا بيتضربوا. يعني اول حاجه اول حاجه السياحه، ثاني حاجه تحويلات المصرف الخارجي، وكانوا شركات السمسره بتشتغل عشان فرق سعر العمله. ثالث حاجه عجله المستثمرين، ثالث حاجه بسبب حركه التجاره العالميه كانت دخل قناه السويس ثابت فتره من الفترات، بعدين حصل تغير. يعني استاذ طهري لخص اذا صح التعبير، يعني طموح المواطن المصري خلال السنوات الأربع اللي جاية إنه يشم نفسه شوية من الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة. أستاذ مالك، لاحظ حضرتك، معلش أنا آسف، إن معدل التضخم فعلا ابتدى يقل طبعا في الثلاث شهور اللي فاتوا. عشان نبقى منصفين، بس المواطن هيرجع يسألك
يقول لك هذه الأرقام وهذه الإحصائيات التي يحللها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات البحثية هيقول لك أنا هعيش إزاي يعني أكلي وشربي أستاذة مارجريت. يعني طبعا أنا متفقة تماما في الكلام اللي اتقال لأن المواطن بيقابلنا كل يوم هو كل أحلامه أنه يعيش حياة كريمة يستطيع أنه ابنه يطلب منه كوباية لبن يستطيع أنه يجيبها له يدخله المدرسة يجيب له جزمة يجيب له هو الأربع سنوات اللي فاتوا كانوا الإصلاح الاقتصادي ما يروحش يتبهدل في مكاتب اللي هي الحكومية الرسمية في البيروقراطية وما إلى ذلك. لا الإصلاح الإداري ده الإصلاح الإداري ويمكن من أول حديث للرئيس كان بيتكلم على التراهد الجهاز الإداري وأنا أعتقد إن إحنا قانون الخدمة المدنية ابتدى بقدر ما بس احنا برضو مش في يوم وليله قانون يتسن فبص تلاقيه يصلح يوم وليله. انا فاهم انا بتكلم على طموحات المواطن. طبعا بص طموحات المواطن انه يشتغل على شباك واحد زي ما كنا بنتكلم يخش انا عايز اعمل رخصه ادي رخصتي القديمه هتخضع لكذا واحد اثنين ثلاثه اتفضل اعملهم تعالى خد الرخصه بمنتهى الاحترام. المستثمر حديد. نفس الكلام وده عملناه في قانون الاستثمار. طبعا ده مفيش كلام لكن انا عايز اقوله ان كل هذه الإنجازات طبعا كنا لازم نمر بيها لكن بناء الإنسان المصري هو الأهم لأنه هو الأبقى لأنه ثروة من ضمن الثروات طبعا ولذلك أنا بقول لحضرتك كل هذه الأشياء بدون تعليم جيد إزاي بقى على وزير التربية والتعليم والاستراتيجية اللي هو حاططها أن تنفذ وما تكونش استراتيجية طموحة زيادة عن اللزوم على الصحة لابد أنها لأن المواطن منهك تماما لا يمكن تستطيع أنك تستثمر كل هذه الاستثمارات وكل هذه الخيرات اللي في الحقيقة خلال الأربع سنوات اتعملت لم يسبق لها مثيل مع مواطن جاهل وصحيا منهك فإذا لابد أن احنا نعتني الفترة اللي جاية مستشفيات الحكومة طبعا مستشفيات الحكومة الطبيب ومدارس عشان كلامنا يبقى عملي يا جماعة التعليم هو ما هو إلا المدارس الحكومة هي السواد الأعظم من يا فندم عشان كلامنا يبقى عملي وحضرتك حضرتك في البرلمان في تعقيب سؤال اتفضل حضرتك عشان يبقى عندك تعليم جيد محتاجة كام؟ أيوة ماشي ماشي منين؟ أيوة بس على الأقل أبدأ أيوة يا فندم لو حضرتك عايز تدخلي بقى في مسألة ان انا عايز ابدا دلوقتي ثانية واحدة بس على ما توفري مواردك لا انت بتبدا تغير في سلوك المجتمع بادوات اخرى انا هقول لك حاجة بسيطة جدا انا هقولها من هنا احنا عندنا ناقوس خطر بيدق في مصر بسبب التعليم احنا عندنا التعليم هيخلق لك بص احنا كلنا دلوقتي احنا كلنا بنفتخر بثقافتنا واحدة وان المصريين كلهم سبيكة واحدة طبعا. وكلهم لون واحد التعليم في مصر يخلق لك ثلاث شعوب في مصر التعليم الديني بيخلق لك شعب التعليم العام بيخلق لك تعليم الديني الاولاني الديني بيخلق لك شعب يعني لا يتقبل تعليم ديني وفي تعليم ديني في مصر معلش عندنا تعليم ديني زي ايه ما انا عايز افهم انا ما اضيف معاك زي ايه بالمعنى مش ايه مش عايزين ندخل في المعاهد الدينيه ده عايزين نلغيه ده مش هنلغيه يا فندم احنا هنوحد التعليم حضرتك مش بلغي حاجه وعلى فكره انا هوحد التعليم ده خطيره دي ده مش خطيره يا فندم انا بوحد التعليم انا ماليش دعوه مش بقول لك هلغي التعليم الديني انا بقول لك هوحد التعليم ايه نمره 3 انت قلت لي التعليم الديني وبعدين طلع لي شعب مختلف التعليم العام بيطلع لي شعب للاسف جاهل التعليم الدولي بيطلع لي جيل بلا هويه يحتقر الثقافه المصريه صحيح اذا انت بعد 10 سنوات الثلاثه دول هيبقوا قادة للمجتمع صحيح. هتستطيع انهم يتعاملوا مع بعض لا يمكن يستطيعوا ان يتعاملوا مع بعض فان بقى انت عندك شعب متفق حضرتك بتتكلم في منتج تعليمي واحد تمام منتج تعليمي واحد طبعا منتج تعليمي واحد حاضر منتج تعليمي واحد الحقيقه ملف التعليم ده مش عايز ان احنا نناقشه كقضيه هامشيه ده محتاج حلقات وحلقات يا فندم ده الاساس تمام استاذ رجب حضرتك عقب على كل هذا الكلام بص انا الـ 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 الاول اعقب اقول بس ايه التعليم ان احنا نعد مدرس جيد قادر على تقديم ماده علميه سليمه تخلق او تخرج طالب قادر على التعامل او مخرجات العاملات التعليميه يستوعبها السوق او تكون قادره على الارتباط بسوق العمل.
ده يتطلب اديله كام في الشهر؟ ان اي ما انا بقول اديله كام في الشهر عشان ما يروحش يدي دروس خصوصيه؟ اديله مرتب لا يقل عن 10,000 جنيه. طب ما احنا بنقول الكلام ده بقالنا سنين وما حصلش. 20,000 جنيه في الدوله و15,000 مرتبات. طب والموازنات دي هتجيب منين؟ لا انا هقول لسيادتك هقول لسيادتك الرئيس السيسي المتابع لحركه الدوله المصرفه 4 سنين ودي مده صغيره قدر يعمل بيها شبكة طرق. دي يا جماعة الناس متصورة ان شبكة الطرق دي عشان نمشي عليها بالعربيات بتاعتنا، لا، شبكة الطرق دي هتنقل التجارة الصينية والاسيوية الى افريقيا، وهيتخلق هنا مواني جافة كثيرة جدا. قناة السويس كل ده الدولة على انها تدبر من مواردها تنقل من الموازنة العامة للدولة، بدل أنا ما أصرف على جهة ما 7 قروش لا أخلوهم 5 قروش وانقل هذا البند القرشين أحطه في بند. ده شغلة البرلمان. أنا بس عايز أقول للمواطن عايز إيه. اتفضل في عجالة بقى. المواطن عايز إيه؟ المواطن عايز أما الست بتاعته بالبلد كده تنزل تروح السوق، سوق الاتنين في عابدين ولا في اي حتة، تعمل الاتي معاها 100 جنيه، تعرف تشتري بطاطس، تشتري فراخ، وتشتري زيت، تشتري كل اللي عايزاه، وترجع معاها كمان 20-30 جنيه. ان المواطن بقى قادر على الادخار. الدولة معذورة، انا معاك تماما، ان ماشيين في مشروعات خدمية ومشروعات انتاجية بحاولوا يزبطوها الى اخره، ومستلفين من بره ومن جوه، والمسألة كلنا متحامل، لكن آن الأوان لأن نطبق مقولة الرئيس. وأنا أطالب الرئيس كده على طول، أنا راجل واضح، أنا مع الرئيس ومع الدولة، بس بقول كلمة الحق اللي أنا مؤمن بها. الرئيس قال قبل أن يكون رئيسا للجمهورية وهو لسه بالبدلة العسكرية، وكان صادقا، وأنا أصدق هذا الرجل وأثق به. قال إيه؟ إن هذا الشعب العظيم لم يجد يوما من يحن عليه. أقول لك يا سيادة الرئيس، آن الأوان لأن تحنوا على هذا الشعب الذي أحبك ونزل بالملايين ليقاوم كل عناصر الفساد والإرهاب والتطرف. والشعب المصري ثق، المواطن المصري محتاج علاج، محتاج تعليم، محتاج اكل. كل ده كلام حلو قوي، بس انا مش فاهم ال 100 جنيه هتجيب فراخ وزيت ودقيق. انا بضرب مثال. لا انا بضرب مثال. ايه يا عم ده؟ ده انا بضرب مثال. ده مثال يعني. مثال. عشان والله كنت انزل. والله انزل بال 100 جنيه على طول. اي اسره محتاجه الحد الادنى عشان تاكل تعيش حياه كريمه، عارف عايزه كام؟ لو فرض وزوجته معاه ولدين، حياه كريمه 6,000 جنيه الحد الادنى لمعيشتهم، بمعدل 200 جنيه مصروف في اليوم. تمام. نستخدم استاذه مارجت. تمام. شكرا استاذه مارجت. في ناس بتشحت دلوقتي للامانه عشان نبقى منصفين وقلنا كلمه حق. احنا بادئين فتره جديده وعايزين نكون فيها نتطلع للمستقبل ونتطلع، والبرلمان يقوم بدوره بقى عشان الاستاذه مارجريت موجوده. هي موجوده يا سيدي. البرلمان يقوم بدوره، يراقب بتوع الصحه ويعدل الموازنه العامه للدوله ويحاسب الوزراء ويخلق فرص عمل للشباب. حلو قوي. يتدخل بقوه يراقب الموازنات اللي احنا بنتكلم عليها. احنا لازم نلجا لمؤسسات المجتمع المدني الوطنيه التي تستطيع ان تكون شريك عشان تجيب لكم فلوس؟ أن تكون شريك في التنمية. شريك في التنمية. هتعمل إيه؟ تمام. كلمة أخيرة للأستاذ طهري. أنت النهاردة كمواطن مصري ماذا تتوقع عشان يا جماعة دقيقة واحدة، ماذا تتوقع من الرئيس المنتخب اللي إن شاء الله هتعلن النتيجة رسميا يوم الاثنين اللي جاي 2 إبريل في السنوات اللي جاية؟ لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الإدارة السياسية بيتمتع إن هو رؤيته واضحة. احنا ان شاء الله قريبا هنحتفل ان مصر ما فيهاش ارهاب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. معركتنا في التنميه مستمره، وهنحتفل اكتر ببناء مصر وتعمير مصر. لاحظ حضرتك حاجه، احنا النقاش بتاعنا اللي احنا فاتحينه ده على فكره جزء من الرفاهيه. احنا قبل كده كنا بنتكلم ان احنا ما عندناش كهرباء وما عندناش بنزين وما عندناش ادويه وما عندناش حاجات كتير قوي. هنحتفل ان مصر ان شاء الله هتبقى خاليه من العشوائيات بعد ما كنا بنتعاير بالعشوائيات. هنحتفل ان مصر خاليه تماما من فيروس سي. تقديري ان الحياه السياسيه هيبقى فيها افق اكثر اتساعا واكثر رحابه،
ودي الحركة الطبيعية بالمناسبة للمجتمع المصري. تقديري ان هيخرج من داخل البرلمان ثلاث تيارات سياسية واضحة بأحزاب قوية، قد يكون تكتل دعم مصر أحد هذه الأحزاب، فحراك سياسي يعني ملحوظ. تقديري ان شاء الله دعم مصر يبقى حراك شعبي يعني ان شاء الله في مطلب شعبي اخيرا. طب الراجل يكمل اخيرا وده ما اتمناه، واتمنى ان احنا كلنا ننتبه لده، في مشروع كبير جدا، والمشروع ده انا بقراه ان هو حلم، وهو اكاديميه الوطنيه لتاهيل الشباب واعدادهم للقياده. المشروع ده يا جماعه ان شاء الله يتم على خير، ويتم بالتصور اللي معمول بيه والشكل المطبق فعلا بفرنسا، وما يبقاش زي افكار كتير جميله جت مصر وما مشيتش في مسارها. بس اعتقد ان الرئيس متبني وان شاء الله يمشي صح. المشروع ده حضرتك هتشوف فيه مستقبل مصر، وهتشوف فيه جيل فعلا قادر يقود مصر ان شاء الله. كل المجالات ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي ان كل هذه التمنيات الطيبه ترى النور وتخرج الى حيز الوجود والى ارض الواقع. كلمه في دقيقه استاذ رجب، بعد اقل من دقيقه بعد اذنك. من ضمن الملفات التي ينبغي ان تهتم بها الدوله، مش هقول الرئيس، تصحيح مسار كثير من المؤسسات الإعلامية التي أصبحت تشكل عبئا على المواطن، وتغيير ثقافاته واللعب بأفكاره. ليس مقبولا أن نرى بعض الوجوه، ما بذكرش أسماء طبعا، على حساب وجوه متميزة إعلاميا محترمة تستطيع أن تخاطب المواطن والمواطن يثق فيها. وأنا خلي بالك، أنا لا أعرف نفاق لحد ولا كذب لحد، انت حضرتك الناس عارفاك بقى 20 سنه، اسامه كمال، وائل ابراهيم، في اعلاميين متميزين. انا الاوان ليصبح لدينا اعلام قادر على تسويق الدوله المصريه وتسويق مشروعاتها واعطاء الطمانينه للمواطن المصري وشرح له افاق الحاضر والمستقبل. طب ما تخلي الموضوع ده في ايد النقابات المهنيه والشعب والجمهور، بدل ما تقول لي الدوله فيبان ان احنا دوله قمعيه. لا مش دوله قمعيه، لا ترعى. الإعلام دقيق في كلمات، انا قلت ترعى. هي الدوله اللي ترعى. هي الدوله اللي بتعين المذيع في القنوات الخاصه. لا طبعا، هي مالها الدوله يعني. ماشي، انا معاك الهيئات الكبيره دي. أيوة، بس بلاش بقى الناس اللي تخطط. هي مشكلتنا ان كل حاجه الدوله، الناس بقى قادره على الاداره، كل الاحترام والتقدير لكل الناس يا استاذ. انا قلت اسماء. تمام. انا قلت اسماء. نقطه واضحه، انت عايز تطور. هي طرديه، مش عايزين طرديه، عايزين متخصصين، عايزين شباب تقود المؤسسات بقى. انا راجل ممكن اتراجع للخلف، عندي 58 سنه، ارجع واجيب شاب عنده 35 سنه، ماشي. اجيب الناس تاخد فرصها، عايز لكن 80 سنه الشباب فرص سنه وعايز تشوف تطوير حقيقي لملف الاعلام. طبعا اكيد عندك حق. انا بشكرك على المشاركه، واعذرني ان انا هقطعك لان وقت البرنامج انتهى. انت حبيبي استاذ رجب هلال حميده، الف الف شكر. والسيده النائبه مارجريت عازر، شكرا ونورتنا. شكرا يا فندم. الف شكر. الكاتب الصحفي والصديق العزيز استاذ احمد الطهري، نورت البرنامج. شكرا وشكرا ليك. ان شاء الله نلتقي في مناسبات اخرى. بشكركم جدا على متابعه حلقه النهارده من اخر النهار. الى اللقاء.